قام سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس باستلام شعلة النور المقدس القادمة من قبر السيد المسيح عبر جسر الملك حسين وتوزيعها على الكنائس المحلية في مناطق ومحافظات المملكة. إلى المزيد. أعجوبة مقدسة ومباركة تتكرر كل عام يوم السبت العظيم، ففي هذا اليوم يدخل غبطة بطريرك المدينة المقدسة أورشليم كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث إلى القبر الخلاصي في كنيسة القيامة بالقدس الشريف، يحمل معه الشموع وهي منطفئة ليخرج بها مضيئة بنور المسيح المنبعث من داخل القبر المقدس. وفي هذا اليوم أيضا تقام في جميع كنائس العالم قداديس عيد الفصح المجيد بحضور النور المقدس الذي بعد خروجه بساعات يكون قد وزع للعالم بأسره. لكن هذا العام ورغم الأوضاع الأليمة التي حلت بالعالم بسبب وباء كورونا المستجد، كانت كنيسة القيامة فارغة من المصلين، حيث كان مشهداً محزناً ومؤلماً وقاسياً لكل المسيحيين. لكن كانت تعزية الله القائم من بين الأموات بهذا النور المقدس الذي يذكرنا بقيامته المجيدة. ففي الأردن شهد يوم السبت العظيم حظراً للتجوال في كل محافظات المملكة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع من هذا الوباء. لكن هذا الأمر لم يمنع مطران الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن خريستوفوروس عطلة من أن يذهب منفرداً لجسر الملك حسين لاستلام النور المقدس القادم من القبر الخلاصي. عدسة فضائية نورسات وبالتعاون مع فريق المركز الإعلامي لمطرانية الروم الأرثوذكس شاركت سيادته في تجواله لتنقل للجميع لحظات استلام النور المقدس وتوزيعه على الكنائس المنتشرة في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. كانت هذه التحركات والتجوالات مصدر تعزية عظيمة لكل المسيحيين في الأردن، حيث شعر الجميع بأن النور المقدس كان يجول بالقرب من منازلهم يمنحهم الصبر ويطلب منهم أن يصلوا لله القائم من بين الأموات أن يرفع عنا ويرحمنا من هذا الوباء.